من على معسكر فريقنا في برج العرب، معايا زميل العزيز فاروق صلاح. مساء الفل يا رؤى. مساء الفل يا كابتن ميدو، وتحياتي لحضرتك ولنجوم النادي الاهلي ونجوم الاهلي الليله، كابتن الكبير كابتن عبد الرحيم والكابتن ماهر همام. مبروك تتويج البطوله رقم 41 وبدايه طريق بدايه للوصول للنسبه خمسه يا كابتن ميدو. باذن الله باذن الله يا فاروق، مبروك عليكم ومبروك على كل الجماهير الاهلاويه. طمنا بقى على المعسكر وقول لنا كل الكبيره والصغيره عشان اطمن كل الجماهير الاهلاويه. كابتن ميدو، حضرتك واحد من اللاعبين اللي ارتدى قميص النادي الاهلي وعارف قيمه الفتره وقيمه الوقت اللي احنا موجودين فيه. طبعا بتطلع من البطوله، بتدخل في البطوله، الفرحه وفرحه التتويج بالبطوله بالامس انتهت طبعا بعد الانتهاء والفوز على نادي المقاولون الاعرج والتتويج بالبطوله. خدنا الفرحه وخدنا الوقت، لكن بدا مرحله التركيز والاستعداد من اليوم لمباراه الزمالك. كابتن سيد عبد الحفيظ قال طويلة صفحه التتويج والبطوله الدوري، بنركز في مباراه الزمالك لانها بطوله خاصه وبطوله جماهيريه والجماهير بتستناها. مستر مارتن لاكارتي ايضا الاستعداد بالاستعداد النهارده. طبعا المجموعه كابتن ميدو اللي لعبت بالامس كان عباره عن استشفاء وتمارين خفيفه في الجيم. المجموعه اللي ما شاركتش بالامس في اللقاء كان عن التدريب النهارده، انطلق في تمام الساعه 6 والنصف. الابرز الامور اللي نقدر نقول عليها في التمرين النهارده للمجموعه اللي ما شاركتش في اللقاء، الحاله المعنويه العاليه عند جميع اللاعبين، الحاله البدنيه العاليه، وده امر مهم جدا يا كابتن ميدو. انا عايز برضه من خلال حضرتك نبرز الناحيه البدنيه اللي عليها لاعبي النادي الاهلي، خاصه في فتره ما بين نهايه موسم وبتبدا موسم جديد. الحاله البدنيه اللي عليها اللاعبين، حاله الجاهزيه اللي عليها جميع اللاعبين، الحاله الفنيه. التمرين انتهى بتقسيمه ما بين الفريقين، تالق بشده في التقسيمه النهارده احمد فتحي وحسام عاشور وجونيور عجايه واحمد الشيخ. يعني كل الامور كل الكواليس داخل المعسكر بتنبه باستعداد جاد، استعداد لمباراه الزمالك. لعيبه جميعا من الجهاز الفني، الجميع اجمع على من اجل اكمال فرحه الدوري لابد من انتصار لنادي الزمالك. اكيد تأجيل اسماء يا كابتن ميدو، برضه عايز اقول لحضرتك نقطه مهمه، تأجيل اسماء والتوقيت اللي انا بكلم حضرتك فيه دلوقتي. الجهاز الفني باللاعبين في حفل على المضمار البلدي يقام الان للفريق النادي الاهلي احتفالا بالتتويج في احد المطاعم الشهيره قريبه من مقر اقامه البعثه، استقبال يليق بالنادي الاهلي، حاله من البهجه عند الجميع، تكريم النادي الاهلي والفرح اللي احنا شايفينها من الجميع هنا في ميدو. يعني زي ما قلت لحضرتك امر يليق بالنادي الاهلي. اكيد اكيد. انا شايف كابتن محمد يوسف وطارق سليمان بيستعدوا بقوه، هيلعبوا ولا ايه؟ هيبقى لازاردي عامل لنا مفاجاه ولا ايه؟ كابتن محمد يوسف حضرتك شايف الصوره موجوده مع كابتن انا شايفهم في الجيم، عجل ومشيات واماميات وخلفيات. انا ايه؟ قول لي طمنا برضه عشان اطمن الناس. انت كابتن ميدو حضرتك عارف طبعا الحاله المعنويه والحاله النفسيه والحاله الجهازيه. كابتن محمد يوسف ايضا النهارده كان في بعض وجانب من المداعبات ما بينه وما بين مستر مارس لاكارتي والكابتن سامي قمصان، كابتن سيد عبد الحفيظ فكر فيها ان شاء الله ان احنا الكابتن محمد يوسف ممكن نستعين فيه خلال الفتره القادمه باذن الله. أنا بشكرك شكرا جزيلا زميلي العزيز فاروق صلاح، شكرا جدا مراسلنا في برج العرب، طمنا على الفريق وإن شاء الله يعني نطمنكم على الفريق أول بأول.